اهلا بكم مشاهدينا وين ما كنتم بحلقه جديده من برنامج يلا ناكل. وياكم اليوم ادم وراح اخذكم بحلقه جديده. بعدنا مستمرين بنفس المنطقه اللي هي دواسه. اخر مره حكينا وياكم عن قوزي الوليد، لفات القوزي. هالمره راح ناخذكم الى قوزي الصقال، لكن القوزي هالمره مو لفات، غير شكل. خليكم وياي وراح نتعرف على اطيب قوزي. يلا السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك. الله يخليك. يا الله. والله متت من الجوع، بس تعالي تعالي شياف مع اللحماية من بعيد. الله كي تتغزل بيها. ايوه ولا اخ اخ اي خلي 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 ناقصنا قهر، خلينا قهر. اي قلب بال عاد تدخل فوقها لحمة. ما تجيبونا من السوق، خلنا ناخذ ونروح. ماشي الديات. لا بعد ما اقدر، بعد ما اقدر معتي، بعد ما تحمل. اي خلي بعد تمن اداري في بيتك. استدعف لي على السؤال، خلي اللحمايه فوق قاعد. متت من الجوع والله. هم يخلي لي اي بعد 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 كافي هذا، ولا تخلي كل شيء، بس خلي اللحمايه. هذه اللحمايه نفسها شيل لي اياها هيك واشمرها قدامي. يابا اي 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 بعد دهن عمي كافي، بعد ما اتحمل. تعالوا وياي يعني اروح اكل هناك، لازم اخاف يخلصوها بعدين. باي باي. تحفة فنية والله العظيم. بس هاي درجة أولى هذه. أي والله. أي والله. من وين غيحت؟ تعال يا محمود تعال. وين غيحت؟ هذا تعوفه بحاله، لا تجي يمه. مش قصة عليك، أنا انتظره لهي اللحظة. من زمان عم تنتظره؟ أي والله أنا انتظره. هاي الدرجة من زمان. آخ هاي هسه واحد ممكن يكتب بيها قصيدة شعر، يتغزل بيها، يضحك عليها. إيش تريدك؟ داخل عظمه يشتق تروح. ايش يكتب براحتك؟ والله يعني محتار من ابلش يا يعني المشكله. ما تريد تبلش بلش على راحتك. زين خلينا نسولف قبل ما انتقل من الموضوع. ايش قصاكم من بلشتم بهذا المنسف؟ هاي بلشنا بالشغل القويزي سنه 1950. بال 50؟ اي 50 والله. زين من 1950ات خلينا نقول الى حد هذا اليوم الناس تجي تطلب من عندكم هذا المنسف هذا الشكل. اي نعم هذا الشكل. زين من البدايه كنت متخيل علينا مثلا خلينا نقول البازاليا، البطاطا، المكرونه وغيرها. نعم هاي كنا قبل نخلي عليها هالشعريه والكشمش والبازاليا والبطاطا المقليه واللوز، واضافه الى البيض. البيض اي، وكان قبل نخلي معاها قيمه يعني اللحم المحروج. زين اي نعم اللحم المفروم. اي اللحم المفروم. زين هاي كنا نخلي معاها، وتطورت الشغله تدريجيا. صار اللوز والكشمش وباقي التفاصيل. اي اللوز والكشمش والبزاله. زين اوكي، بس ما قالوا شو اللحم مثلا، هي على حسب الطلب مثلا خلينا نقول. على حسب الطلب. زين، ايش اكثر الطلبات اللي تكون موجوده، اكثر الخلطات اللي تخليها؟ هي هاي قدام العين يعني الشعريه والكشمش بزاليا واللوز
بطاطا وبيض. كان عندنا قبل راس عصفور هم نسوي بيها. زين. اي نعم. وهاي ترتيبات الخضره خيار طماطم جزر. حجي كم فرع اكو نقص السقال؟ اخويا العزيز اكو 4 فروع. زين. في محافظه نينوى. اما في جانب الايمن شارع جمهورية قرب المتحف. هذا هو اقدم فرع. اقدم فرع الرئيسي. تمام. ثاني واحد اللي هو حوالي في الدواسة. الدواسي الفرع. اما في جانب الايسر في حي النور سايدين مقابل التل. والفرع الرابع والاخير لا تضحك حجي قلاحك علينا وجوعانين وقلاحك حتى المصورين قلاحكون علينا وجوعانين. الرابع والاخير بداية حي التحرير سايدين قرب جامع البيت. حلو. مشكلة أنا قلقيت أسولف معاك بس والله النظر شهي فيها بصراحة. يعني شوف شنو أنواع التمر الموجودة كم لون؟ عندي 3 أنواع اللي هم اللي هو أبيض وأحمر وأصفر. زين. وأكو بعض الناس يجوني يريدون يعني عطل أبيض مالتهم. أكو يريدون بس أبيض بس أحمر. أكو يريدون أحمر وأصفر يعني. زي. حسب الطلبية اللي هو ما يريدون. شنو أكثر شغلة تمشي الأبيض والأحمر والأصفر؟ الملون اللي هو أحمر وأبيض وأصفر. يعني تخلت لي كل شيء اليوم. اي نعم. مداري تمام؟ مدارة خشلت. ان شاء الله عجبت. اوكي ما شاء الله يعني انت غداك انا ما غلطك اضحك عليك اصلا. السوالف ما قامت تطلع. من اقدر اسولف والله يعني. قد ما المنظر بوجهي والريحة انتقمت من عندي. انا اعرف المنظر اليوم شوية راح يضوجكم فسامحونا على هذا الشيء. ومثل ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت زين ادعوا لي بالعافية لان اختنقت. وخلاص طفي الكاميرا. وانت طفي الكاميرا. لا عبالك نسيتك انت مطفي الكاميرا. بما انه هسه قلنا لك نطفي الكاميرات فجاء الوقت ايش نعمل؟ نبدي ناكل. البداية قريب العافية هاي ثاني مرة اكل كمية لان تعرفون اخر مرة قلتها ما اختنقتوا. فهسه خليكم معايا اوي اليابا بس دا بس دا دا. لا هذه ذوب 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 ابو ودي انه اسولف لكم بس لا اتفرج اوكي. ما يا جماعة طيبة اتونس بالاكل طبعا شغلة حلوة وين مصورين تعطتني بعض علي وانا بوحد بدي اكل. لا لا حبيبي داري. اوي 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 تشوف تشوف ارجع حبيبي ارجع انت مصور ما راح تحكي هذا برنامجي يعني. راديو الغد وطن يمتد.